السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين النوت اللي انت بتسجل فيها الملاحظات بتاعتك، وفي طبعا نوت كتير موجودة على الكمبيوتر، موجودة في الموبايل، لكن حاليا ممكن تعمل النوت جوه الريفت. الأداة دي مجانية وتقدر تكتب بقى الملحوظات بتاعتك جوه الريفت. كل شوية ماي تو دو ليست، ممكن تكتب المهام اللي انت عملتها او المهام اللي انت ناوي ان انت تعملها. هيطلع عندك قائمة كده ان دي مثلا حاجات المفروض انها تتعمل، المفروض ان انا اعمل شيك على كذا، المفروض ان في حاجة خلصت. كل شوية تقدر تكتب النوت وتحدد دي تبع انهي مشروع. وتقدر انت تعمل لك سبورت او تصدير لملف تكست او ملف سي اس في، او تقدر ان انت تربطها بمايكروسوفت اجوره، تقدر ان انت تبقى فيها فلتر بحيث ان انت تختار بعض الحاجات، مثلا اختار الحاجات اللي انا خلصتها او اختار كلمة معينة. فاتمنى انها تعجبكم ان شاء الله.